رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا معكم مع الأستاذة رشا عدلي لايف كوتش. هنعرف منها دلوقتي زي ما قلت لكم 10 خطوات يخلوكي تخلي جوزك خاتم في صباعك وتفهميه. قلنا أول نقطة إن لازم تفهمي أهدافه وتساعديه إن هو يحققها. تمام. تاني نقطة الاحترام، أيوه إنها تبقى في احترام ما بينهم وبين بعض، ما يبقاش الدنيا كلها بحدود معينة وبهزار في أوقات معينة، لكن الاحترام مهم جدا. أكيد أهم نقطة، ودي اللي أنا عايزة أتكلم عليها كويس جدا، إنك تقدري وتشجعي. يعني إيه؟ يعني الراجل بيحب المدح، ما بيحبش إن أنت تقطميه أو إن أنت تيجي عليه، هو عايز يبقى هيرو. هو كده، هو الراجل عامل زي ملك الغابة أسد، هو عايز يبقى هيرو. فمثلا انت مثلا ساب الشغل او داخل في مشروع جديد، شجعيه، اديله ثقه، اديله الباور، انت داعم، انت داعم. انا عارفه في ناس كتير هتقول انا اعمل ليه كده، او ان انا ليه اعمل ده، ما جوزك اصبري. لا، في ناس هما ما بيعملش معايا كده. بصي 10 خطوات قدام، بلاش تبصي تحت رجليكي، اعملي ده واستمري عليه فتره، انت هتشبعي عاطفيا جدا جدا جدا. تمام. النقطة اللي وهتحق بعدها النقطة اللي بعدها 3 دقايق. النقطة اللي بعدها انها بعد ما تمدحه وانها تثني عليه، ان هي تديله مساحة. يعني ايه تديله مساحة؟ ما تخنقش عليه، يعني ليه وقت مخصص ليه؟ ساعات بيبقوا عايزين يقعدوا لوحدهم، مش عايزين يكلموا حد، تسيبه. تمام، عايز يخرج مع اصحابه، ليه وقت، لان هو رجالة مضغوطة جدا جدا تديله جدا. مساحة من تديله الحرية. طالما هو تمام، قايم بواجباته ناحيتك أوكي، ومسؤولياته ناحيتك وناحية ولادك، فبالتالي ممتاز، من حقه ان يبقى عنده مساحة. تمام. اهم نقطة اللي هي دايما بتكلم عليها، العلاقة الحميمية. أوكي، العلاقة الحميمية بين الراجل والست. كتير ستات بتقول ايه، انا ما بحبش طريقة الحب بتبقى الطريقة دي، لان الحب عند الست كلام، أكيد، كلام كتير، مشاعر، بتحب كلام كتير، أيوه بتحب الاهتمام، بتحب مش الراجل طريقة محبته للست مراته في العلاقة الحميمية، وبالتالي مش تعملها وخلاص، انا لازم عاملها تحس. وانا مبسوطه وانا راضيه، فانتي انبسطي. يعني ليه ما تتبسطيش؟ ايوه اتبسطي بالظبط. هو مش انت. عايز دي غير عشان كده، لا، بنسمعها كتير، هي دي طريقه، دي فطرته، دي سيبيها له يا فوزيه، بالظبط. اتبسطي يا فوزيه. عيشي رؤى، عيشي رؤى، هتعيشي احلى ايام عمرك يعني، بس اديله فرصه ان انت عيشي رؤى. تمام. ومن الحاجات برضو ان انت المدح والثناء والتشجيع والتقدير والاحترام، كل الحاجات ديت مهمة، والمساحة مهمة جدا جدا بالنسبة للراجل. تمام، ده ملخص بسرعة جدا. بجد اظن عرفنا ال10 نقاط. يا ريت بقى تمشوا عليهم وتقولوا لي عملتوا ايه، ربنا يستر، بس تمشوا عليهم صح مش بمزاجكم. في نهاية فقرتنا مشاهدينا الاعزاء بنشكر الاستاذة رشا عدلي، بنشكر حضرتك استاذة رشا ميرسي ليكي، عدلي، شكرا جدا. لايف كوتش ومعالجة ذكريات مؤلمة. أهلا وهنطلع وسهلا. فاصل، اشوفكم على خير. ميرسي.